لم ت
إشارة مشتقة لم تتغير، إذا هنا نقول الدالة ليس لها لا قيمة عظمى ولا صغرى. نقول هذا يقتضي أن الدالة لا تحتوي على قيم قصوى محلية، لأن القيم القصوى لها شرطين، الشرط الأول وجود حاجة، والشرط الثاني أن تتغير الإشارة. هنا تحقق لي شرط واحد، ايش الشرط الذي يتحقق؟ القيمة الحرجة موجودة، لكن لاحظ ان الاشارة ما تغيرش. بس على المثال الثاني والمثال الاول، المثال الاول والثاني كانت القيمة الحرجة موجودة والاشارة تتغير. هذا قيمة حرجة موجودة بس للاسف الاشارة ما تغيرش. وبالتالي احنا كتبنا ملاحظة، وقلنا هذه الملاحظة مهمة جدا. إذا كانت الدالة تحتوي على قيمة حرجة، تحتوي على قيمة ايش حرجة، ولم تتغير الاشارة، إذا لا يوجد قيم قصوى محلية. وطبعا القصوى هي إما عظمى يا إما صغرى. هذا بالنسبة للمثال الثالث والأخير. طيب في معنا مبرهنة، وهذا المبرهنة نستطيع من خلالها تحديد العظمى والصغرى المحلية بدون الجدول هذا. يعني ممكن اطلع العظمى والصغرى المحليه بدون الجدول. كيف هذه المبرهنه؟ اذا كانت القيمه س واحد تنتمي الى مجموعه تعريف الداله، يعني القيمه الحرجه لازم اطلعها. اذا القيمه الحرجه تعتبر مهمه جدا، سواء من خلال الجدول او باستخدام المبرهنه. اذا كانت القيمه س واحد تنتمي إلى مجموعة تعريف الدالة، وكانت دال شرطة عند السين واحد تساوي صفر، يعني المشتقة الأولى لازم تساوي صفر، دل حد الآن شرطي. الشرط الأول وجود قيمة حرجة، والشرط الثاني تكون المشتقة الأولى تساوي صفر. فإنه ركزوا على هذا الكلام، فإنه عندما تكون المشتقة الثانية عند السين واحد يسمينا قيمة حرجة أكبر من الصفر، إذا دال س واحد تسمى قيمة صغرى محلية. إذا المشتقة الثانية عند س واحد أكبر من الصفر، يعني من المشتقة الثانية إشارتها موجبة، فإن دال س واحد تسمى قيمة صغرى محلية، قيمة صغرى وليست عظمى، صغرى. أما إذا كانت المشتقة الثانية عند س واحد أصغر من الصفر، يعني من المشتقة الثانية سالفة، إذا دال س واحد تسمى قيمة عظمى محلية. هذه المبرهنة نستطيع من خلالها تحديد العظمى والصغرى المحلية بدون الجدول، بس لازم نركز على حاجتين مهمتين. الشيء الأول أن س واحد اللي القيمة الحرجة تنتمي إلى مجموعة تعريف الدالة، والشيء الثاني ان المشتقه الاولى لازم تكون تساوي صفر. المشتقه الاولى عند ليش؟ عند س واحد. اذا المشتقه الثانيه اكبر من الصفر، هنسميها قيمه صغرى محليه. اذا المشتقه الثانيه اصغر من الصفر، اصغر من الصفر يعني سالب، هنسميها قيمه صغرى محليه. وهذا مثال توضيحي. ايش يقول المثال؟ اكمل الفراغات التاليه اللي بين اسمها. رقم واحد، إذا كانت دال شرطة واحد تساوي صفر، هذا الواحد هو القيمة الحرجة، هذا قيمة حرجة. أي سؤال يطالب عليكم كم عرفت بقيمة حرجة؟ القيمة الحرجة بتكون المشتقة الأولى عندها يا صفر يا غير موجودة. وهنا لاحظ أن المشتقة عند الواحد صفر، إذا هذا قيمة حرجة. وكانت المشتقة الثانية عند الواحد، أكيد لازم يكون الواحد تساوي سالب. فإن دال واحد تسمى قيمة، قيمة إيش؟ هي يا عظمى يا صغرى. تعالوا مثلا برهنة، إذا كان س واحد تنتمي إلى مجموعة التعريف، وكانت المشتقة عند س واحد تساوي صفر، فإنه لما تكون المشتقة الثانية موجبة هنسميها قيمة صغرى، ولما تكون المشتقة الثانية سالبة نسميها قيمة إيش؟ صغرى. هنا إيش إشارة المشتقة؟ سالبة. إذا المشتقة الثانية سالبة هنسميها قيمة عظمى محلية، قيمة عظمى محلية. هذا بالنسبة للمثال الأول. المثال الثاني نفس الشيء، إذا كانت المشتقة عند الاثنين تساوي كام صفر، يعني هذا هو قيمة حرجة، الاثنين
وكانت المشتقة الثانية عندنا اثنين تساوي واحد. طيب نسأل سؤال، الواحد هذا إشارة موجبة ولا سالبة؟ أكيد الإشارة موجبة. بالتالي إذا كانت الإشارة موجبة معناته دال س واحد دال عند الاثنين تسمى قيمة إيش؟ صغرى. إذا نقول هنا قيمة صغرى محلية. إذا مرة أخيرة، مرة أخيرة المباشرة ببساطة تقول إذا وجدت قيمة حرجة وكانت المشتقة الأولى عند القيمة الحرجة صفر وكانت المشتقة الثانية عند القيمة الحرجة عند القيمة الحرجة أكبر من الصفر إذا تسمى قيمة صفر محلية. أما إذا كانت المشتقة الثانية عند س واحد أصغر من الصفر نسميها قيمة عظمى محلية. هذا بالنسبة لما يتعلق بالقيم القصوى المحلية أو النسبية وأيضا القيمة الحرجة والتزايد والتناقص. وإن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله هنحل أسئلة وزارية على القيمة الحرجة على التزايد والتناقص على القيم القصوى المحلية اللي هي القيمة القصوى النسبية.